السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل النهاردة بقى بقية الحلقات بتاعتنا. النهاردة بقى نشتغل على التو تيبلز بتاع المشتريات، ازاي نضيف مشتريات عن طريق اللي هو نضيف من هنا الايتمز بتاعتها ونضيف السبلاير، ازاي نعمل حاجة زي كده ونطلع بقى لو في ديسكاونت يحسبها لي تلقائي، في ضريبة داخلة يحسبها تلقائي من غير ما نبدأ نعمل حسابات يدوية فيها. نبدأ نشتغل مع بعض حاجة زي كده، إن شاء الله هنشتغل بالجافا سكريبت عشان نقدر نعمل حاجة زي كده اللي احنا مجرد شايفين لما ندخل كده ونعمل اد. المفروض اللي هو هيطلع لي الرسالة اللي انا بعمل دبليكيت للداتا لان اسم السبلاير ده موجود بالفعل، زي ما يكون بيقول لي غير الاسم اللي انت مدخله، لو عملنا له وكتبنا له كده اي حاجة تانية مجرد ما نعمل اد كتب لي اللي هو خلاص ضافه بنجاح. ازاي نعمل بقى؟ شايفين مجرد ما ضفتها كل السبلاير اللي عندي في الداتا بيس طلعت هنا اهيت، تضغط على اي واحد فيهم وتبدا تدخل اي داتا هنا اهو. هنبدا ندخل الايتمز الفاضيه جوه الداتا بيس، نبدا ندخل اي داتا بس هنا كده دلوقتي. كوانتيتي بدا يظهر لها وازود منها واكتب يدوي. الكوست برايس السعر اللي هيبيع بيه بقى بعد كده، وندخل هنا الاي دي، ادي التاريخ اي تاريخ تعملوه. اكسباير ديت لو قلت له اد تو ليست، شايفين بمجرد ما ضغطت اد تو ليست طبعا لو الايتمز فيها قيمه كان كتبها لي هنا، بدا يعمل وبدا يديني امكانيه اللي انا لو عاوز اعمل ديليت. طب انا لو عايزه بقى بعد كده احسب بقى لو في، شايفين بمجرد ما بعمل نيكست فتح لي شاشه تانيه خالص، بدخل جواها هنا حسب لي هو التوتال الكميه اللي انا مدخلاها، الديسكاونت اللي نازل عليها. لو انا عايزه اعمل ديسكاونت اهو 2% بدا هيبدا يحسب تلقائي. لو عايزه اعمل ضريبه 5% بيطلع لي بقى في الاخر التوتال. ابدا اعمل سبميت، هيطلع لي بعد كده التوتال بتاعنا. هو طبعا هنا طلع ايرور لان المفروض كنا نختار من دول بقى اللي احنا نفعل حاجه من دول، متى انا ولا هيدفع او لا، او طريقه اللي هو الدفع بتاعه المشتريات نفسها ده اللي هي الفاتوره بتاعه البيمنت. الريبورتات والحاجات دي ان شاء الله هنشتغلها برضو مع بعض. نبدأ نشوف مع بعض ونشوف هو هيضيف حاجة زي كده، لو نعمل سيف عليها هيضيف جوه الداتا بيز ولا لا. انا بفتح لكم الداتا بيز برضو دلوقتي، وهنا لو عملنا بدأ فعلا دخله حتى دخل هو جوه الداتا بيز اللي احنا لسه عاملينها من شوية اهوت، وده هيدخل جوه التيبل التاني برضو الحاجات اللي احنا لسه مدخلينها بيدخلها برضو جوه التيبل التاني، لان هو مشترك بين التيبل بيحسب القيمة النهائية ويحسب الضريبة اللي نازلة عليها، ويعني يبدأ يعمل لي لو في ديسكاونت نازل او في حاجة نازلة يفضل يحسبها. نبدأ مع بعض نفتح الفيجوال ستوديو ونشوف ازاي هنعمل حاجة زي كده. اول حاجة عندي هنا بدأت اللي انا اضيف كنترول جديدة جوه الفولدر اللي كنا عاملين البروكاش وكنا عملنا فيه جواه السبلاير المرة اللي فاتت في اخر حلقة. بعد كده بقى هنبدأ نعمل نضيف كنترولة جديدة وهنسميها بروكاش انت اللي هي الكنترولة دي. وبعدين بعد كده اول حاجة عملناها لازم ناخد اوبجكت من الداتابيز، وخدت اوبجكت من كلاس تاني انا عاملاه اهوت. هنشوف الكود اللي جوه كلاس، خلاص انا ضايفاه جوه المودلز عادي جوه الفولدر بتاع المودلز دوت، وبدات اكتب فيه اللي انا في حاله لما بضيف قيمه عاملها بس ميثود، وعملت برضو ميثود تانيه في حاله لما انا بعمل هنا بعمل ابديت او اد او بعمل انسرت، وبحطهم جوه لسته وبضيفهم جوه التيبل اللي هو البروكاش او التيبل التاني اللي هو البروكاش ايتمز، لان احنا كان عندنا تو تيبل شغالين عليها في المشتريات دوت، بس كلاس صغير كده عاملينه. بعد كده بقى نبدا نشتغل. عملت هنا ميثود اللي هو اسمها الاندكس، بتطلع لي من التيبل اللي هو البروكاش بيطلع بريتيرن فيو بالبي ام اللي هو اسم الفاريبل اللي احنا معرفينه فوق. بدات بعد كده عملنا بابليك برضو بس الثانيه من نوع جونسون ريزلت واسمها اللي هو السبلاير، يطلع لي بقى السبلاير في بارتيشن في ليست فيو داتا ليست كومبليست، يعني اللي هو يطلعها لي في ليست كده عشان اللي انا ابدا اعرضها جوه عندي في السايت زي ما كنا شايفينها هنا اللي انا بعرضها، اللي هو يطلع لي كل السبلاير بالطريقه دي. هي بتتعمل بالشكل دوت بمجرد اللي انا عملت ليست، عرفت ليست من السبلاير وسميته سبلاير ليست، ومن التيبل بياخد من التيبل اللي اسمه سبلاير.
وبقى بعد كده بدات اللي اعمل جمله اللينك بتاعتنا بار كروم السبلاير تيبل السبلاير يطلع لي منه الاي دي والنيم ويحطها لي جوه الاسم. وبدات بقى بعد كده املى الليست اللي احنا معرفينها فوق هنا بالحاجات اللي جابها لي من هنا اهي فور اتش البار ايتم بار ايتمز من السبلاير من هنا طلع لي من هنا يبدا يضيف القيم بتاعتها جوه الليسته اللي احنا حطيناها هنا اهي بدا يحط كل الحاجات الايتم يحط الاي دي بتاعها بيساوي الايتم اي دي والنيم بيساوي الايتم نيم. وبدات ارجع ريتيرن جونسون اللي هو الليست سبلاير اللي هو دي اللي هو الليست اللي احنا عرفناها فوق هنا دي بتاخد قيم اللوج يطلع لي بقى قيم كل قيم جواها يحطها لي جواها هنا. وبنفس الطريقه برضو جبت لسته بكل الايتمز اللي جوه الداتابيز برضو عملت لسته من نوع ايتم وبدات اعملها نيو ليست ايتم وسميتها ايتم وبدات اعمل جمله اللينك اللي هي بتدخل جوه التيبل اللي هو الايتمز ويطلع منها الايتم الاي دي والنيم بتاعتها وفور اتش ليها برضو ابدا ادخل القيم اللي انا جبتها من هنا من التيبل ده ادخلها جوه الليسته دي هنا كده واطلعها هنا بالريتيرن جيت الاو. مرحله بقى اللي انا بحفظ جوه التيبل بتاع المشتريات اللي انا بعمل بقى من نوع بوست ميثود من نوع بوست. هنا بدات اللي انا احنا الاول كنا بنعمل جيت اللي احنا بنجيب من الداتابيس دلوقتي بقى هنعمل بوست اللي احنا هنحفظ جوه الداتابيس. عرفت متغير من نوع بول اللي هو الستاتس ايكوال فولس وبدات اعمل اف البي اللي هو من التيبل البروكاش نوت نال لو جواه لو خلاص اللي انا هبدا ادخل قيمه بدات اخد اوبجكت من التيبل ده وابدا ادخل جواه الاي دي يبقى بياخد البي دوت الاي دي الديت ياخد بي دوت الديت السبلاير السبلاير دوت بدات اطلع كل الكولومز اللي انا كنت مدخلاها جوه التيبل ده في الداتابيس وادخل قيمها من هنا بقى خلاص من اللي هو من الريزلت بتاع جونسون اللي احنا كنا لسه مدخلينها من شويه يبدا يدخل القيم جواها ويبدا يحفظ جوه التيبل ده. هنا بقى بدات اللي انا اعمل البروكاش دوت دوت البروكاش ايتمز بيطلع بقى كل الايتمز ايكوال نيو ليست بروكاش ايتمز يبدا يعمل فور اتش للايتمز دي ويضيف جواها ويضيف جوه التيبل بتاع البروكاش. السيرفيس بقى دوت اد والسيرفيس دوت انسرت ده اللي هو السيرفيس اد ودوت انسرت الاثنين هما موجودين عندي اللي هو التو ميثود اللي انا هشتغل عليهم اللي احنا كنا عملناهم في كلاس منفصل لوحده جوه المودلز. بدات اللي انا هنا اهوت ابدا اللي انا اعمل عليهم اللي احط البروكاش والبروكاش ايتمز جواها في حاله الاد اللي هو بتاعت الابديت وفي حاله الانسيرت اللي انا بضيف. والستاتس هنا بقى بدات تبقى معايا بتبقى ترو يعني خلاص اللي هو تم الاضافه بنجاح. ده الكود بتاع الانترفيس اللي هو جوه الكنترولر اللي انا بتعامل بيها مع التو تيبل بتاع المشتريات. زي ما احنا شايفين هنا عملنا كلاس الاول وعرفنا جواه تو ميثود اللي هو واحده للانسيرت واحده للانسيرت اللي هي الاد واحده للابديت. وبعد كده بقى بدات اللي انا اكتب الاكواد دي اجيب لسته من الايتمز واجيب لسته من السبلاير وبعد كده اللي انا ادخل على المرحله اللي بعد كده اللي هي مرحله اللي انا بدخل الداتا جوه اعمل انسيرت جوه التيبل بتاع الايتمز وجوه التيبل بتاع الايتمز والبروكاش ايتم والبروكاش. نبدا بقى بعد كده نشوف الجزء بتاع الفيو. بمجرد هنا اللي احنا نضغط هنا على الاندكس ونعمل اد فيو وهنعملها هنا اهي هخليها تاخد من المودلز اللي هو الكلاس اللي بتاخد منه اللي هو البروكاش كلاس وهخليها من نوع ام بي تي فيو تبقى فاضيه بس هتاخد من الماستر بيج اللي هي اللي اول زي ما هي شغالين عليها عادي جدا بس انا عملتها من نوع فاضي اللي هي فاضيه عشان هبدا ادخل الحاجات دي لان انا هنكتب جواها اكواد من نوع جافا سكريبت. هنكتب طبعا اللي هو الجزء بتاع السكريبت دوت عشان احيانا اكواد الجافا سكريبت بتقف معانا فاللي هو ده السكريبت ده يعني بيحاول يحل لي اي مشكله بتحصل في الاكواد بتاعت الجافا اللي هو اول لينك هنا عندنا فوق. بدات بعد كده بقى اللي احنا عملنا نجيب بقى اللي هو مجموعه من الليبل احط واحد للنيم واحد للادريس واحد للديسكريبشن اللي هو مجموعه بقى اللي هو الليبل اللي هي هنا اوريها لكم هنا في الديزاين اهو اللي هو الايتمز والباتش والكواليتي والحاجات دي كلها. اول بقى سكريبت كتبناه هنا السكريبت اللي هنعمل بيه لود للسبلاير واللي انا هضيف سبلاير جديد اللي احنا لما فتحنا هنا اللي هو الجزء ده اللي هو ده
لما ضغطت عليه بيبدأ اضيف سبلاير جديد، اعمل اد لسبلاير اللي هو لو هو موجود يطلع لي اللي هو دبليكيت للداتا، لو مش موجود يبدأ يضيفها بنجاح. اهيت ده الجزء بتاعها، هو عملت سكريبت عليه الريندر سبلاير فورم، وبدات اعمل اتش تي ام ال لود يبدا يحمل السبلاير ديت، تاخد من التيبل بتاع السبلاير الاكشن بتاعها، وبدات اعمل اد سبلاير، اضيف سبلاير جديد في الحدث بتاع الكليك. وهنا بقى هو اشتغلت عليها، بدا لو الداتا هي موجوده يعمل تشيك عليها، طلع لي دبليكيت الداتا اللي هو المسج اللي بتطلع، لو مش موجوده بيضيفها بالفعل ويدخلها لي، ويطلع لي رساله اللي هو تم الاضافه، النجاح اللي هو سكسس. ده أول جزء كتبناه بالجافا سكريبت، اللي هو بيبدأ اللي هو يضيف بالفعل جوه التيبل بتاع السبلاير، ويبدأ يدخل جواه ويضيف لي الداتا اللي احنا دخلناها دي. بعد كده بقى اللي هو ندخل بقى في الجزء اللي بعد كده، اللي هو الجزء اللي انا ببدأ ادخل الداتا، ادخل الداتا بتاعة السبلاير، وابدأ اختار بقى اللي هو والبروكاش والديت والحاجات دي كلها، ده كلها اللي هو الديزاين اللي هو اللي احنا عرضناه من شوية. اوريكوا بس الجزء بتاع السكريبت اللي احنا كتبناه. طبعا الاكواد دي والحاجات دي كلها في نهاية الدورة ان شاء الله هحط عليكم البروجكت كله على بعضه عشان تبقى معاكم كل السورس بتاعه. هنا بقى اللي هو الجزء اللي هو بتاع سبلاير، اللي انا بعمل سيلكت للسبلاير دي اللي هو الكومبو بوكس ده، اللي مجرد ما هنا بقى ببدأ واختار السبلاير اللي هو موجود عندي. اول بدات اللي انا انتر سبلاير بالداتا، وبعدين سيلكت سبلاير لو ام بي تي، سيلكت سبلاير لو هو جواه قيمه بالفعل الباند فيها قيمه، وبدات اللي انا اختار من القيمه الموجوده جواه، بدات اختار بالكي، طبعا هو الليست دي لها كي وفاليو، الكي بالاي دي والفاليو اللي هو النيم بتاع السبلاير بتاعنا. بدات اللي انا هنا اختار خلاص، وطلع لي القيمه بتاعتها بت الفاليو اي دي، او الفاليو بيشيل الفاليو بالنيم. وكده خلاص بدأنا خلاص نعمل بقى كومبير سيلينج كوست والبرايس. ده عشان لو انت مدخل السعر اللي انت بتبيع بيه زي السعر اللي انت اشتريت بيه، هنا بيبدأ يعمل لك اللي هو يطلع لك رسالة سيلينج برايس كانت بي ليس ذان الكوست برايس، بيطلع لك رسالة اللي هو ما ينفعش يبقى السعر اللي انت هتبيع بيه اقل من السعر اللي انت اشتريت بيه، طبعا لان الادوية مختلفة غير اي حاجة تانية بره، لان طبعا الادويه لو اكسباير مش هتتباع اصلا، فمش هتقلل سعرها عشان تتباع، هتفرق معانا. هنا بقى بدات خلاص يطلع لي رساله هنا، عشان لو انا وانا بدخل هنا في الجزء دوت اهو بدخل الكوست برايس والسيلينج برايس، لو بدخل ده الكوست اعلى من السعر اللي ببيع بيه بيطلع لي رساله ايرور، ما ينفعش لازم تخلي سعر اللي بتباع بيه اعلى من الشراء. وبرده هنا في الجزء بتاع تشيك دي تشيك داتا، هنا بدأت اللي انا هنا الباتنز اللي هو بدخل بقى اللي هو الضريبه والديسكاونت والجراند توتال، يطلع لي التوتال بتاعي والحاجات دي كلها، وبعد كده يطلع لي السب توتال السعر الكلي. وطبعا الجزء ده هو اللي كان موجود هنا في ال، لو عملنا اوكي. طب هنضيف كمان عنصر، هنضيف كمان اي ايتمز تانية هنشتريها. لا بالماينس، لا ضافها لي هي بالفعل، وحسب لي كل الكمية على بعضها، وطلع لي الناتج بتاعها هنا. هنا بقى لو هنا ضغطت سيف المفروض اللي هو هيبدأ يسيب جوه الداتا بيس، شايفين بيحسب ده وده بس. طبعا هو كان طلع لي 800 من ست، ده كام ده كام ده 200 و500، يبقى كام المفروض تبقى 700، بس عشان هنا احنا كنا مدخلين ضريبة مضافة وتاسك في أول واحدة، فهو حسب كله على بعضه وطلع لي فيها الأماونت 4000. هنا طبعا مش مديني إمكانية اللي أنا أكتب بيها، لأن بيبقى واخد الداتا بتاعته من هنا. أوريكوا برضو الكود بتاعه هنا، هنا بيضرب بقى القيمة الكمية في سعر الوحدة بتاعتها،
طبعا هو المفروض جوه الداتا بيز بيبقى مكتوب جواها سعر القطعه الواحده، بضرب بقى في الكميه اللي انا مدخلاها عشان يطلع لي في الاخر التوتال بتاعها. نرجع تاني برضو للكود بتاعنا هنا اهو، شايفين هنا بيحسب التوتال اهوت موجود، اللي هو العمليه الحسابيه اللي بتتم هنا اهيت عليها، اللي هو بيحسب. نطلع فوق هنا تاني اهي، اول هنا شوف الفانكشن دي معموله ازاي اهوت، بدا اللي هو يحسب لي التوتال بيساوي النمبر الكميه في سعر الواحده اللي هي دي، ويطلع لي السب توتال ايكوال التوتال، بيطلع لي بقى التوتال اللي هو النهائي بتاعها. وهنا برضو موجوده تحت هنا بنفس الطريقه اللي هي جراند توتال، طبعا ده عشان انا لو مدخله بقى اكتر من مره، يعني زي ما عملنا دلوقتي كنا مدخلين مره ورجعنا دخلناه تاني عليها. وفي هنا اهوت لو مدخله تاسك اهوت الكميه الاساسيه الديسكاونت بلس، هنا القيمه المضافه اهي والديسكاونت بالماينس والقيمه المضافه بالبلس، لو انا بضيف قيمه بعد كده على المنتج اللي انا عاملاه وبعد كده الديسكاونت بينزل منه. هنا بقى اللي هو دروب داون ليست اللي هو سيلكت ايتمز، لما كنت بختار ايتمز اللي هو الليست بتاعت الايتمز اللي هو اسامي المنتجات نفسها اللي هي هنا دي، اللي هي المفروض لو جوه داتا بيز للقيم تطلع جوه، والديت والتايم طبعا ده فورمات للديت تايم بيكرز اللي هو المفروض تكون طالعه بالشكل ده بالفورمات دوت، اللي هو يكون تاريخ زي اللي هو هنا وريها لكم مكتوبه هنا برضو، اللي هو الجزء اللي هو الديت ده لازم يتكتب بصيغه ديت تايم، واللي هو الاكسباير ديت برضو يتكتب بصيغه ديت تايم. ده كله بقى بيبقى الحاجات اللي انت مجهزها جوه الديزاين بتاعك، وتبقى بنفس المنظر ده طبعا زي ما اتفقنا. كل الاكواد دي هتكون عندكم ان شاء الله في اخر الكورس بتاعنا. كده النهارده احنا عرفنا ازاي نعمل جدول، ازاي نتعامل مع المشتريات، وازاي نضيف سبلاير جديد، وازاي نكتب اكواد جافا سكريبت جوه الام بي سي. استنوني بقى الحلقة اللي جاية ان شاء الله هنشتغل على جدولين بتوع المبيعات، وبعد كده ان شاء الله هنشتغل في الريبورتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.